أن يكون في أعلى مناصبهم. فهذا محمد الغزالي يقول بعد أن ابتعد عنه وأخرج ما كان في قلبه، قال: إن قيادة الإخوان الآن، كتب ذلك أيام حسن الهضيبي، حريصة على الأوضاع الغامضة والقرارات المريبة الجائرة، ثم هي مسؤولة من قبل ومن بعد عن الخسائر التي أصابت الحركة الإسلامية في هذا العصر. هذا كلام الغزالي.